السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبي قناة كريم كسر اينما كنتم. مرحبا بكم عام جديد. هذا الفيديو اللي غادي ندير اليوم هو فيديو تحت طلب واحد العدد كبير ديال المتابعين ديال هذه القناة هذه اللي طلبوا مني انني نتكلم على العيش في بلجيكا، الايجابيات السلبيات لي زافونتاج اللي كاينه في بلجيكا بما انني كنت واجد هنا في بلجيكا. انا كنت موعدكم انني غندير هذا الفيديو هذا ونوضح هذه النقطة هذه مزيان بالنسبة للناس اللي كيفكروا في العيش في بلجيكا، سواء الناس اللي كيجوا من اسبانيا او من دول اخرى بطبيعة الحال اللي بغاو يفكروا في الهجرة انهم يجيو ويعيشوا ويستقروا في بلجيكا. في هذا الفيديو غنعطيكم اوجه المقارنه مثلا خاصه الناس ديال اسبانيا اللي كيسولوني بزاف، اوجه المقارنه بين بلجيكا واسبانيا، الايجابيات والسلبيات اللي كاينه في بلجيكا والايجابيات والسلبيات اللي كاينه في اسبانيا. انا ما غاديش نقول لك شكون الافضل، لان الافضل كل واحد كيشوفها لراسو، هو اللي كيشوف راسو واش تصلح له ولا ما تصلحلوش. انا غادي نقول لك شنو هي الايجابيات ديال هذه البلاد هذه، بما انكم موعدكم انني غادي ندير هذا الفيديو هذا وانا غادي نتقاسم معكم جميع النقط ان شاء الله اللي كنعرف واللي عرفت في هذه الارض هذه اللي ممكن تساعدكم انكم قبل ما تفكروا تجيو تعيشوا هنا تكون عندكم فكره مسبقه على كيفاش دايره العيش بصفه عامه هنا في بلجيكا. حاجه واحده ما تنساوهاش، كتنساوها بزاف ما كديروش لايك، يعني اللي كيتفرج كينسى راسو، انا كنفكركم بها وصافي. اوكي، نتكلموا مثلا على نهار اللي اول حاجه نهار اللي كتفكر مثلا تنتقل تعيش في بلجيكا، خاصه الناس اللي كيجيو من اسبانيا او ايطاليا او، فالحاجه اللي كتبادر الذهن ديالك شنو هي؟ هو ان تقلب لا خدمه ومستقبل افضل، او المستوى الدراسي ديال الدراري، او المستوى ديال الاعانه الاجتماعيه، يعني هادو هما اللي كيخليوك تشجع باش تبدل. فغنتكلموا على الجوانب الايجابيه ديال بلجيكا هي الاولى، بلجيكا بصفه عامه الجوانب الايجابيه. واخا غادي نتكلموا على الجانب الايجابي الاول اللي هو الخدمه، الا جيتي كتقلب على خدمه. الجانب الايجابي ديال الخدمه، بلجيكا فيها الخدمه بزاف، اي قطاع تقريبا كتلقى فيه الخدمه، اي مجال كتلقى فيه الخدمه، وجوج ديال الخدمي سواء بالنوار ولا بالبلون، سواء قانوني ولا غير قانوني. يعني بالنسبه للحراقه اللي كيجيو يخدموا هنايا راه كيلقاو الخدمه في اي دومين تقريبا، الا كنتي كتعرف دير اي حاجه كتلقى خدمه سواء في النوار ولا في البلون بحال بحال. يعني هذه واحد النقطه ايجابيه في بلجيكا، ان الخدمه موجوده تقريبا في جميع القطاعات. ولا كنتي عندك الوريقات ديال اسبانيا مثلا جنسيه اسبانيه، فانت يعني باك الله انت ما تلقى حتى شي مشكل. هذا جانب ايجابي. المستوى ديال القرايه مثلا ديال الدراري مستوى مزيان وعالي، وكاين افاق بالنسبه للدراري الصغار هنا في بلجيكا، وهذه واحد الحاجه اللي هي ايجابيه ومهمه بزاف، لان المغاربه تبارك الله اللي كيعيشوا هنا في بلجيكا واصلين لاعلى المستويات، وكتلقاهم في جميع القطاعات. المغاربه بالدرجه الاولى كتلقاهم في جميع القطاعات، يعني فارضين الوجود ديالهم في بلجيكا بصفه عامه. الجانب اخر مثلا على الايجابي من غير ان الخدمه والقرايه، الجانب اخر اللي هو ايجابي بزاف، ان من بعد الخدمه كاين واحد الافونتاج هنا في بلجيكا ما كاينش في اسبانيا. هنا ملي كتخدم عام ديال الخدمه، يعني بلان طون 8 ديال السوايع في النهار او 7 سوايع ونص في النهار، يعني العام كامل، فانت كيبقى عندك الشوماج يعني لواحد المده طويله ماشي محدده. المقارنه مع اسبانيا، فانت عندك الشوماج الى خدمتي عام عندك فقط 4 شهور ديال الشوماج ملي كتسالى، يعني كدوز الايوده ومن بعد ما كيبقى والو. بلجيكا لا، بلجيكا الى خدمتي عام عندك الشوماج راه انت فيه تما حتى تطلع لك في راسك عاد تلقى خدمه. هذا واحد الجانب ايجابي في بلجيكا مثلا، الخدمه، القرايه، المستوى العيش مثلا بصفه عامه. الا جينا نهضروا على مستوى العيش، كيفاش داير مستوى العيش هنا في بلجيكا؟ الا جينا نهضروا على المواد الغذائيه ديال الماكله مع عند الجزار والمواد ديال الفواكه والخضره وداك الشيء، فالمستوى عالي بحال اسبانيا، ماشي شي مستوى مرتفع. ولكن السوبر ماركت، يعني السوبر مارشي، يعني الثمن ديالهم طالع بزاف على اسبانيا مقارنه مع اسبانيا، وهذه واحد الحاجه اللي لاحظتها انا بزاف بجميع يعني المراكز التجاريه اللي كاين هنا في بلجيكا. واخا كتلقى كاريفور، خلينا في اسبانيا كتلقى كاريفور هنايا بحالو، ولكن الاثمنه طالعه في جميع المواد. اولا مثلا ليدل في اسبانيا والليدل هنايا، ليدل ديال اسبانيا مقارنه مع ليدل ديال بلجيكا، فالليدل الاثمنه ديالو طالعه، ولا الدي، ولا كاين ليدل كاين الدي كاين كاريفور، هادو كاينين هنايا. ما كاينش ميركادونا، ميركادونا هي اللي ما كاينش هنا في بلجيكا. هذه مقارنه مثلا يعني بالنسبه للاثمنه، يعني كاين حوايج اللي هنا في السوبر مارشي طالعين على الاخر. كاينه واحد الحاجه اخرى اللي هي مثلا بلجيكا اللي ما بقاتش ايجابيه هنا، وخاصه بعد التهافت الاخير على الناس انهم كيجيو يعيشوا بلجيكا، هو الكرا. الكرا طلع ولا طالع بزاف. الكرا تقريبا ما بقيتيش كتلقى ان واحد الابارتمون ب 600 650 تقريبا ما تلقاهاش الا بالمعرفه، ولا يعني 700 750 800 850 900. الاثمنه طلعت الكرا ولا طالع بزاف، وخاصه بالدرجه الاولى بروكسل، لان بروكسل هي البلاصه ديال الفوكو. كاين واحد المقارنه غادي نديروها في وسط بلجيكا ما بين بروكسل وانتوربن. انا كنت واجد في انتوربن، منطقه فلامانيه، منطقه فلامانيه، الناس ديالها فلامان كيهضروا غير باللغه الفلامانيه اللي هي اللغه الهولنديه. هاد الناس هادو ما كيبغيوش يهضروا باللغه الفرنسيه، ما كيفهموهاش،
وحتى ولا فهموها ما كيبغوش يهضروا بها. يعني الا فكرتوا تجيو تعيشوا في انتوربن، انتوربن كون هاني، واخا تكون عندك الفرنسي حسب راسك حالي ما عندك والو. هنا في انتوربن التواصل اما مع المغاربه بالعربيه، واما خصك تهضر باللغه الانجليزيه، لان انتوربن الناس ديالها ما كيهضروش باللغه الفرنسيه، كيهضروا فقط بالفلامانيه اللي هي الهولنديه، وكيهضروا باللغه الانجليزيه. غير تقول له فرونسي ولا انجليش يقول لك انجليش، ما فيهاش نقاش. انا حاليا هنا كنعيش في انتوربن، التواصل ديالي دائما تقريبا مع الناس غير باللغه الانجليزيه. كننسى راسي بعد المرات راني في بلجيكا، كيبقى صحابي بعد المرات راني في انجلترا، لان الناس ما كيهضرش معايا باللغه الفرنسيه هنايا. ملي قالوا بروكسل فكلام اخر عاوتاني، يعني صافي طلق اللعب، فرنسيه خدامه مزيان، بروكسل كامله غير الفرنسي خدامه، والعربيه كاع بروكسل ما غتحتاجش لا فرونسي ولا فلامان ولا والو، بروكسل غتحتاج غير العربيه، لان بروكسل تبارك الله حمراء بالمغاربه وبلان، يعني في ما مشيتي اي حانوت دقيتي لا تلقى مغربي مولاه. هنا في هذه الحاله هذه يعني تقريبا كتستعمل غير العربيه، الادارات السبيطارات المدارس كلشي المغاربه، في ما مشيتي اي بلاصه كتلقى موظفين دكاتره مغاربه، معلمين مغاربه، صيدليين مغاربه، قطاع ديال التجاره والمطاعم مغاربه، المهم تقريبا بحال اللي راك في المغرب. يعني بالنسبه لبروكسل ما كاينش كاع مشكل ديال اللغه نهائيا. في انتوربن كاين مشكل ديال اللغه، الى احتجتي بعض القطاعات بطبيعه الحال ولا لا تمشي لاكومين هي البلديه، فهنا كتلقى مشكل. اذا هنا كنشوفوا يعني في وسط بلجيكا، وكاين اوجه المقارنه بين منطقه او منطقه. الخدمه صراحه كما قلنا اللي زوين انا في بلجيكا بصفه عامه، هو ان كاين الخدمه في النوار ولا في البلون في اي قطاع تقريبا، واغلبيه الميناج، الميناج بصفه عامه كاينه فيه الخدمه بزاف، كاينه فيه الخدمه بزاف في الميناج، اللي هي واحد الحاجه اللي كتلقاها في وعاد الميناج زعما هي نيتواي، يعني الليبيسا، ماشي كتخدم مع اوبرا نويبا مثلا كتنقي الدجاج ولا كتسيق الارض، داكشي خفيف ماشي زعما شي تماره ولا، يعني الخدمه بصفه عامه الا كنتي باغي تخدم فبلجيكا هي بلاد الخدمه ماشي بلاد الكلاس، بلاد الخدمه 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 الخدمه. حاجه اخرى اللي هي سلبيه اللي حتى هي خصني نذكرها في هذا الفيديو، اللي هي الجو، العامل ديال الجو. فالناس اللي كيأثر فيهم العامل ديال الجو، لان يعني الجو هنا متقلب، شويه شمس شويه شويه شتاء شويه صحت شويه برد، يعني مخلط، داكشي مخلط متقلب. كاين بعض المرات 3 ايام كل هذه البرد ما كاينش الشمس مره، 4 ايام ما كاينش الشمس مره، واحد النهار كتخرج واحد ساعه ولا جوج سوايع عاوتاني كترجع هذاك البرد، يعني الجو متقلب. الا كان الانسان عنده عادي ماشي مشكل الجو، فهنا راه ما عندوش مشكل. مقارنه مع اسبانيا مثلا، نهضروا على اسبانيا. اسبانيا المشكل كيعاني منه المغاربه بصفه عامه شنو هو؟ المشكل هو ديال الخدمه بالدرجه الاولى، وديال السيستم ديال الخدمه اللي تبع الخدمه، ان مثلا كتخدموا الباروك يكون قليل، مده قليله، والثمن ديال الباروك يكون قليل. المشكل حاليا حتى هو ولا كيقولوا قواه المغاربه، المشكل حتى هو ديال الكراء واحد الدرجه كبيره، ما بقاش كيقول كريم المغاربه. فهاد النقطه هذه بالضبط ديال الكراء غادي نوقف عليها، يعني اسبانيا المغاربه ما بقاش كيبغيو يكريو لهم، ما بقاش كيبغيو يكريو لهم. ولكن بلجيكا راه حتى هو صعيب الكراء، لان الكراء ولا اصعب حاجه. علاش؟ لان ملي كتبغي تشري الكري وانت كتقول له انا جاي، كيقول لك مثلا فين هو، جيب لي الفيش دو باي. الا ما عندكش الفيش دو باي ما كيبغيش يكري لك، الفيش دو باي هما النوميلات، دليل انك خدام. ففي الاول كتلقى صعوبه، فبصفه عامه كاين اللي كيدير الفيش دو باي غير مخربق هكا مزور وكيكري به. هاد القضيه كيديروها الناس بزاف، كيكريوها الفيش دو باي ولا بالمعرفه، الا لقيتي المعرفه وهذا تدخل لك بنادم راه غتقدر تكري، وراك معروف للبلاصه اللي كيكون عليها طلب، كيكون الكرا ناقص وكيكون الثمن طالع، راه هذه لوجيك. هادشي راه وقع حتى في برشلونه مثلا، بما ان الناس كي برشلونه ولا البيلباو سان سيباستيان، هادو مدن غاليه في اسبانيا، الا مشيتي تكري فيهم راه ما كتلقاش الكرا. برشلونه كتلقى الكرا 1000 اورو 1100 1200، لان يعني الكرا تقريبا جهنم. فاوجه المقارنه يعني بالنسبه عاوتاني لاسبانيا، المستوى الدراسي ديال بالنسبه للدراري، انتم كتشوفوا يعني الاسبان نفسهم كيخرجوا من المدرسه على 15 سنه 16 سنه ما كيكملوش القرايه، واحد العدد كبير ديال الاسبان ما كيكملش القرايه، هنا كيكملوا القرايه ديالهم. هذه مثلا واحد ناحيه، يعني بالنسبه للانسان اللي كيفكر انه كيهمه انه البلاد يكون فيها الخدمه بزاف، فبلجيكا هي بلاد الخدمه. الا كان كي اكثر فيه الجو وما كيعجبوش البرد بزاف وما كيعجبوش ديك التقلبات وديك الضبابه، فهنا انا كنظن ما ننصحوش انه يعيش بلجيكا، لان غادي يتاغو بيها وما غاديش يلقى الراحه ديالو في هذه القضيه هذه. بالنسبه بصفه عامه ان الخدمه، الناس كيسولوني طبعا الحال واش نخدموا بالجنسيه ولا نخدموا باليونيون اوروبية. طبعا هاد النقطة هذه بالضبط خاصها فيديو، لأن أنا باش نشرح لكم كيفاش كيخدموا بالجنسية، كيفاش كتخدم بالترخيطة ريسيدنسيا لا يونيون اوروبية اللي فيها يو او،
هذيك تقدر تخدم بها. ولكن انا غادي نشرح لكم هذا الموضوع هذا، صحاب الجنسيه كيفاش كيخدموا وصحاب الاونيون الاوروبيه كيفاش كيخدموا، عندنا لنا فيديو اخر ان شاء الله ونوضح هذه النقطه هذه بزاف، لان هذا الشيء هذه بوحدها خصها فيديو، لان فيها بزاف ديال النقاط اللي غنوضحها ان شاء الله. كنتمنى ان يكون فيتكم في هذا الفيديو، عطيتكم بعض المعلومات على العيش في بلجيكا، ولكن عندنا فيديو اخر ان شاء الله غنوضح الخدمه كيفاش كتمشي، كيفاش تقدر تبار كونترا، ونزيد معلومات اخرى الى بقات شي حاجه عالقه ما قلتهاش في هذا الفيديو نسيتها سبحان الله العظيم، يعني قدرت ننسى ما قدرتش نقول كل شيء. فما كنتسنى منكم والو، حاجه واحده ديروا لايك الاخوان، بارطاجيو الفيديو، وان شاء الله الفيديو القادم نزيد نوضح مجموعه من الامور اللي خاصه بالعيش في بلجيكا. تحياتي لكم كاملين، حتى الفيديو القادم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.